طب ما تشرحيلي، لان انا مش ناقص فوازير خالص. اشرح لك. كينا قبل ما يتعمي كان مخليني مش محتاجة حاجة، وحتى بعد ما اتعمي رغم ان مشاكله زادت بس برضو مخليني مش عايزة حاجة. انت ايه مشكلتك بقى؟ يا سلام، ده ايه الحلاوة دي؟ ولما انتوا زي الفل قوي مع بعض كده، مالك بقى ومالي والتعذيب والشم؟ ما تركزي معاه خلاص. انت كمان يا فارس بتعملي حاجات كتير قوي كويسه. قولي بقى اسيبك ازاي وانا حاسه ان عينيك بتحبني وان انت كمان محتاج لي؟ صح، انا مش محتاج لحد، وكرهت قوي فكرة المشترك اللي انت عاملاه بيني وبين كين دي. للأسف اتعودت على كده. قولي ليه اسيب نفسي مع واحد كده كده هيجي يوم ويمل مني؟ مش كفاية ماما بقت أثرية من كتر ما بتستنى بابا؟ ولا عايز نبقى زيها؟ دي غريبة أوي على فكرة. عادة اللي بيعمل كده محتاج فلوس، ما عندوش بيت، لكن الغريب إن غنية. أهلك كلهم مراكز كبيرة، متعلمة كويس، عندك بيت، معاكي 3 لغات، إنجلش وفرنش وسبانش، ومع ذلك كل شوية بتجري ورا الهدايا وكل شوية مع حد. ده ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ انت عايزه ايه؟ انا عايزه الدنيا كلها، عايزه الدنيا كلها تبقى تحت رجلي انا بس. ليه لا؟ ولا عايزنا ابقى زيك؟ كل حاجه قدامي وقاعد يا حرام مكتف نفسي ومعقد الدنيا. انا مش مكتف، بس عايزه ايه من واحد ربته ام وهي بتكره جوزها، اللي سرق فلوسها وقناها، واب طول الوقت حاسس ان هو عريان ملوش جدر ولا اصل، عايز يقتل اي حد وينتقم منه طالما عنده عيله او اصل، اب كل ما بتزيد الفلوس في ايده كل ما بيزداد قلبه قسوه والشر بيزيد. عايزه ايه من واحد يوم ما جه يحب حب واحده زيك وانت ما بتحبيش حد؟ ولا ينفع ان انت تتحبي اصلا. يا زغدان اخلص بقى، انتهينا ولا ايه؟ بانك هتتوب علينا بقى. انا عارف لما تفتح هتغرق، بس انا ماليش في العم يا صاحبي. يلا انت هتاخد نص ارنب، نص مليون جنيه في جيبك انت وامك يا ابن الحراميه. دول مش رزق يا سامي، دول رزق امي واخواتي. عارف ان القضيه دي ممكن يبقى فيها اعدام؟ لا لا لا، 10 سنين تأبيد على الأقل. ماشي، نص مليون جنيه لأمي وإخواتي ومية ألف جنيه اتحطوا باسمي في السجن. التأبيدة بتصرف جوه السجن يا سامي عشان ما تبقاش بايظة بره وجوه. 50 ألف جنيه. هقول لك 100 تقول لي 50 ألف. يا ابني اسمع، 50 فوق 100. ورينا بقى جدعانتك يا زغدان. انما انا عايز اسالك على مساله كده. اسال. يعني انت عدوك ابو هيبو عايز تخرج له ابن اخوه؟ مالكش فيه. ها قلت ايه؟
حبيبي يا الله، ملناش غيرك. يا رب استرها على عيلتي، يا رب يطلعك يا خلف بالسلامة ويسترها عليك يا بنتي. يا رب يا حبيبي يا الله اهدي عيلتي وحافظ عليهم يا رب. استغفر الله. طب يا اختي ادعي الخالف بدل ما انت هريانه دعوات. حرام عليكي يا غنيمه اللي بتعمليه ده، انت عاوزه ايه تاني؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك بيا يا بنت الناس؟ مالك انت ومال الصلاه يا زكيه وانت عمرك ما ركعتيه؟ طب يا اختي سيبنا لك انت الصلاه، سيبنا بقى الدنيا. ولا انت ايه؟ عاوزاهم الاثنين، عاوزه الدنيا وعاوزه الاخره، بتصلي عشان تخش الجنه وعايزه الفلوس والذهب. احي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه شايفه شيطان قدامك رافع حواجبه وبيبخ نار؟ ولا يمكن بشرب بنزين وبكح كتاكيت؟ بعد عني يا زكية السعادة. ليه ان شاء الله؟ ده انت المفروض صبح وبالليل تيجي تشكريني. واشكرك على ايه يا ام الرجاله؟ مش كفايه سترالك بناتك الاثنين؟ ولا تكونيش فاكراهم يا ما هنا يا ما هناك؟ لا يا اختي، انا بس اللي عيالي رجاله، مش عايزين عمهم يتلط هنا ولا هنا مع ناس ما يعرفهمش. خلصتي يا زكيه؟ لا لسه. سيب ابني في حاله يا غنيمة، ابني هيتسجن. واه ربنا يعلم، بعامل عيالك زي عيالي. يا روح امك يا ابني، يا خوفي لا تاخد تأبيدة وانت لسه في عز شباب. اطمن يا عاد، هيبة لسه مكلمني وقال لي انه هيطلع بالسلامة. هيبة قال لك كده؟ ايوه كلمني وقال لي انه هيطلع. وانا مصدقاكي يا سلفتي، عشان انت عمرك ما بتكذبي ابدا. لا حول ولا قوة الا بالله. طب ممكن تسيبيني دلوقتي؟ ده انا من الصبح ما كلتش. انت متأكدة ان ابو هبة قال لك كده؟ استغفر الله العظيم. يا ساتر، قل اعوذ برب الفلق. يلا خدي دي. ماليش ليه؟ واه ماليش ليه؟ طول عمرك سباكة بالخير يا صباح. وهو انا ورايا ايه يا غنيمة؟ هو انا ورايا غير كريم اللي مجنني؟ معلش يا خايتي، ربنا يخليهولك بكره يعجل. يعجل؟ ده كل ما يكبر يتجنن اكتر. مش عارفة اعمل ايه يا خايتي؟ كل يوم ينزل يشتري انابيب ويرسم على حيطان الشوارع. بس تعرفي ربنا يحميه، رسمه حلو جو. كده يا غنيمة؟ اتسلطي منصور على امه؟ اني يمه، دني كنت اموت، ده انت بركتني، ده الجنه كلها تحت رجليكي. كدابه، زكيه علمتك الكهن يا وليه. يبقى ولدي يقعد اسبوع ما يشوفش امه؟ معلش يمه سامحيه، بقاله اسبوع في شرم الشيخ، بكره ياجي وتشوفيه. خلي بالك انا اللي حيشاه، لو اتعوجتي هخليه يتجوز عليك. ليه كده يمه؟ كنا كويسين. امال الكلم يا صباح بتهزر معاك. اللي مصبرني عليكي انك طيبه، طيبه قوي يا غنيمه. يلا خليني. يلا خلينا نستريح. انت بتتوشوش تقولوا ايه؟ مفيش حاجه يا امه، مفيش حاجه. بابا فين الوقت؟ ميرسي. ألف هنا وشفا يا فندم. أمال مين هيتحبس بدالك؟
واحد غلبان محتاج قرشين. وانت مش محتاج للقرشين دول؟ لا انا سكتي مش الفلوس خالص، ماليش فيها. امال ايه؟ معاكسة البنات؟ حضرتك فهمتيني غلط، انا مش جاي من الشارع،